هيهات يا ابو الزلاف عيني يا موليا هالشمس طول النهار طير عابي عيني المعول بزندي بكي وبيشهد البيضر بتصير تحكي حكي المنزل بيداي شغل الحصاد ابتدى والزرع مشتى ما بريد قبلي حدا يوصل على الحائل وبكير راح اخذها البيدر النقلي وتبقي غديلي غدا ولا تطول علي موقع كفرواي دوت كوم